والله ابشر. لا 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 انا جيت، انا استفزني واحد يقول انا هنا ابغى انجم لحالي. ليه ولد؟ ليه سمعتك على التلفون؟ يا وانت تقول، وانت تقول اخويا يا اخويا انا اللي ما في مشكله، بس لا تقول اخوياي ما ينجمون، ينجمون كلهم يا اخي ينجمون، بس انا جاي بدري، اعطني فرصه شويه. بني علي، بني علي، علي ما هو موجود، علي وفي بعده على طول خلاص. نجم الاسبوع، نجم الجمهور. طيب علي ما هو موجود، تمسك نجم الاسبوع؟ اي امسك نجم الاسبوع ونجم الجمهور. والله انتكم بارس، ايش تبغى منا؟ ايش تبغى؟ لا لا تقول اقرب شيء، ما شفت جلستك انت بكبريو قاعد تقولها. يلا 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 الله على كشفك، يلا يلا. هذاك خاص فيه؟ اي والله راح. يلا سم. واذا جاك اذا جاتك الكاميرا خلاص لك اللي تبغى. ها جاي يتكلم كلام. والله والله لا اسحب عليه، دام انك كومبارس اليوم عازم. هذا شاهي اسالك هديه من نجم الجمهور ونجم الاسبوع. بالله ايه، تعال 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 شوف، تعال شوف مسكين كيف يسولف مع مع الطير. بلازم مع الطير. اسمع شوف، اذا 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 قريت لا تقرا كثير. الحمد لله. شوف اذا قريت تصير كذا ترى. ايه سولف معه. يقول ابغى ابغى يقول اسمع، يقول يقول ان شاء الله يوصلون بعدين البشر لدرجه يتكلمون مع الحيوان. بالله عليك. تدري من قوه ما ضغطتني حتى ثوب ما لبست، على طول اخذت البدله زي العدس ذا. برساله واحده واتس. والله باتصال. والله يا ولد جايك من من اخر الرياض. لا حركاتك دي ما حلوه. شوف شوف احمد، شوف احمد قاعد يشرب ماء. صص 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 قاعد رد عليك العصفور يا ابو توم. تعال يا احمد عازمك على كوب شاي. حصل عن الله يسعد ام ام. تعال عازمك على كوب شاي. تعال كلام. تعال اذا حضر نجم الجمهور الجميع يجتمع في لوكيشن واحد. يا رجال تعال، ما نجمك الا نحن، ترى مسوي حسابات وهميه وانت ما تدري. تعال اجلس اسمع كذا. إيه؟ امامكم انتم. نعم علي لكنك انت عيت اشغلت. انا الا نجم الجمهور انحنا اخوياك ترى اللي مسويناه. احسرتنا يا علي. تكفى حط حبق عشاي. احسرتنا يا علي. حط حبق عشاي. اصبر بحط. تكفى. صبر بالله نزل لي العدس ذا ما سلم فيه. ما لا بخاطرك، شفت اليوم جبت عشانك. اسع والفول. اي والله تكفى فول. عازمينك يا احمد على فطور. على عدس وفول تعال. والله وشاهي مغربي يا ولد، مو محمد مغربي، شاهي مغربي هنا. عازمينك اليوم على فول وعلى عدس، تعال تفضل. عدس بايد. عطنا بالله زياده كوب واحد. شوف ايه طيب. الله يبارك فيك حبيبي، اقسم بالله اني فرحت. الله يسعد الوجه والله بعينك. هذا لك استاهل جاك والله. والله ما ياخذ. ليه والله ما ياخذ كذا الكومبارس؟ تدري عاد من السنه اذا اذا احد طلب شيء تعطيه. اقول له هناك، اقول له هناك اشياء. ما قلت له ابغاه والله، قلت له اشياء. انت مستهتر. اسمع اسمع، قلت له اشياء. قال هذه جاي شراء احمد، ايش رايك مكتوب فيها احمد وراح ننزلها الحين. قلت ما يبغى ما يبغى. الحين قلت انت تدري. قول والله انها جاتك. لا والله ما تاخذني ابديت اعجابي. ايوه يا سلام يا اخي. علي احد اعجابي. علي ما تتعب. انا عجبت بها والله وقلت ما شاء الله. علي انت كيمياء. علي من الناس اللي ما تتعب معهم يفهم. يا رجال حتى ما شاء الله ما قال القم. يلا ما شاء الله. الله بارك الله. بارك يا اخي. بارك الله. يتكلم كلام ترك اشغلتنا يا بيض الله وجهي. تكفى هذا هذا الشغل يا هو هذا الشغل. طيب اذا عجبني اروح المغرب. لك شيء اسمع ابو ايش. اسمع ابو ايش. ابو فيصل ونعم ملايين. اقسم بالله انقذ لي من هذا المشروب. هذا هذا المغربي من يوم انا في ابها. بيض الله بيض الله وجهي. اعدتني الى اجواء ابها. هذا زملك اصبر مسوي تانكو تاكو ادري. تعال علي علي. والله ذيق هو علي. تعال بس خلنا ناخذ تمييز. والله العظيم اسلم اسلم. والله يعطيك والله يعطيك شعورك بالفوز. شعور استغفر الله كمبارز. شعور اي واحد طار طار حصل على انجاز في حياته. يا سلام عليك. انجاز يا وانت تستاهل مهما كانت يعني. ممكن انها ما تاثر ولا لكن انجاز يا اخي. اقسم بالله قال خليك تمسك داك. قال كلمه امس الله يعز ارضك. انت من الجنوب؟ ايوه انا من الجنوب. والله ما تندر الكلمات ذي الا من واحد من الجنوب. بيض الله وجهك. تدري عاد ايش يقولون؟ والله العظيم اسمع ايش قال. اسمع ايش قال احمد. شوف الطناخه. طلع على المسرح يوم يوم اخذها نجم الجمهور. طلع على المسرح قال جبتها انا وجمهوري فقط. انا وجمهوري يعني بسبب بعد الله جمهوري. اداره ما لهم دخل. نقاط ما لهم دخل. صح. حطيني بالاخير. طناخه. حطيني بالاخير. انا يمكن لما جاء نجم الجمهور انا من جمهورك علي. والله العظيم والله انا اللي من جمهورك. طيب خلاص نلغي. تدروني فاتح حسابين علي على الغي 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 الحسابات اللي سويتها على على فكره علي. خلاص ترى خليت نجم الجمهور علي. ترى انت ما كنت تدورها صراحه. ما كنت ادورها. انت كنت ايش
كنت نايم بس لما شفت فيه لغط في الكلام والله قلت لا اقوم الحين ولا حتى والله العظيم بس انصدمت كنت متوقع الاول والله صدق صدق كنت اتوقع اني من ثلاث لوائد اقسم بالله اصيل اصيل تخيل بعد الابيات حقته تخيل بعد الابيات حقته يقول لي تحدث امس هو جحفل اصيل قلت له نزلوا علي بالرويه بعدين جات بيني انا اصيل كذا بعدين انقلب وجهي قلت عم انا نجم جمهور ونجم اسبوع اي والله العظيم طويل والله ترى قريب كنت 1300 شفت النقاط انا تخيل اخر واحد احمد اصيل شفت اصيل شفت ابياته شفت ابياته اصيل يوم طلع قال ايش قال ايش؟ قال اما اني اكون موجود ولا موجود والله ماني ولا موجود ولا اجي واقعد معكم ذا الحين ذا الحين قلت له قلت اسمع هو يوم طلع قلت ايه جهز بيته بسرعه يعني قلت جهز بيتين لو صرت الاخير والله موقفك مره بيكون سامج اقسم بالله على قال لي اذا قال الاخير قال اصبر انا هنا انا عليها بالله واذا صرت الاخير شفت انت شفت تيشيرت وايد تكفى عطى واحدة على البيبان يعني. والله اني نزيده تكفى وايد بيجيك الحين تشبع منه ابى اشوف ابى اشوف ايوه شفته قبل شوي وايل تعال بس نسيت نبغى محتوى تعال تعال راح وخلانا طلع يومين اصلا صادق يومين راح وخلانا مسكينين سواها احنا مسكينين سواها صدق بالله رجع تو رجع طيب بالله بالله ماني صادق يوم قلت صدق وجمهورك وجمهور اي واحد اذا الاداره الله يطول في عمره بعد اخترع الاداره طول الله عمره بسم الله الرحمن الرحيم شيطان رجيم شيطان اذا الاداره انا وجمهوري اذا الاداره صدق قول ما عندي الجواب امسك نفسك قول يا رب خليني اشرب شاي مغلوب اذا الاداره شو اقول تكفى غششني من هناك من هناك حلو اكتمل البطول والله انت ضريب يجيب 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 السفره عاد اسكون والله انزلكم اثنين تميس بس لا يجي فارس بسلو على ذاك لو جاء ملوك الريالتي اليوم اقسم بالله يعني السلطه الحاره ذيك لا بس يطالع فيه يقول جبتها عن نفسك استحيت يا اخي اكلمها بس عايشين رياليتي في شقتنا والله حقنا ما في كاميرات كملتوا بالله كملتوا بعدي يا ولد والله كملت في الشوارع وانا ادور لولد عمي يفتح وين رحت؟ رحت العذيب شفت سنابك اللي عم ليزك ليه؟ رحت الميميم اخذك ما بعد عني والله رحت كل مكان تحس اني كذا مشرد يا ولد تدري متى نمت اليوم؟ من امس مواصل نمت الساعه 3 3 ونص العصر اي والله ليه رحت اتغدى عند اختي خلاص بالعافيه وانا ما غير اضرب اخذت لي شو اسمه اسبريسو من كافي ايوه ورحت عند علي بالرويه مع الاسبريسو قام يهايط علي علي قال خلك من ذا انا اسوي لك اسبريسو قلت بس اني قد خذيت ذا قال ما عليك فيه واخلص ذا وانه يسوي لي اسبريسو فنان والله والله صدق؟ فنان صدق علي اي بسم الله علي ما شاء الله المسوالي واشربه اسبريسو اللي سواه تمام بني علي ويجي يزيد هايط قلت والله ما عاد اذوقه قال اصبر اصبر بسوي لك شوي قلت والله ما عاد اذوقه صح انت اثنين اسبريسو شربت ما يشرب ما رحت ارقد عند اختي ادور النوم يا قسم بالله فيا نوم كم ارسلت لي فيا نوم فيا نوم والله اني ارقد فيا نوم بس ما في ما كان شفت فيا خمول وتعب وكذا بس ما في 3:30 ما شاء الله وزيد رحت النادي ايوه يعني ما شاء الله يعني قول 3:30 نمت يعني 4 نمت أسامة أبغى أسوي معك تحدي يا أخي سو أبغى أدخل معك نادي هيا. تتبناني هيا والله أنا أسعد الفرص والله والله أني أقول للشباب كم التحدي تنزلني في شهر ها كم التحدي تنزلني في شهر سلام عليك لا أنزلك لا أشدك في شهر سلام مرحبا يا النجوم مرحبا مرحبا يا النجوم يقول خاو النجوم تصبح منهم يا حبيبي حياك الله نشوف حلك كثر كثر المخاواة ايه حبيبنا استاهل اوف اوف داخل بقوه والله نجم الاسبوع يطلب يا حبيبنا تبى قهوه ولا مغربي والله يا مغربيين انه هنا ينزل والله كل شيء من عند الرجال ذا طيب بس ناخذ قهوه شيء لكن بما اني انا نجم الاسبوع هذا الاسبوع تستاهل كل اسبوع الله يطول بعمرك يا حبيبي تخيل يقول نجم نبي الله يعطيك العافيه على مدى الاسبوع
ما هو ستة، خمسة. خمس هدايا من عندك للجمهور، خمس هدايا اللي بنقدمها للجمهور. يستاهلون كل يوم هدية. تمام، ما اني سفير الوقت، كل يوم كل يوم هديه اللي شاركون معنا. والله قوي ذا، والله قوي. يهز الخمس هدايا، الله يرضى عليك. ارحب، يلا حي. هلا مرحبا. على طول على طول على الماس، على طول. السفره السفره ايش اسمها مبتوته، ونجم الجمهور. يلا حي، هلا مره. نجم في قلوبنا يا بعد راسي. اخباركم؟ يلا حي. هلا والله. شو الاخبار؟ شو الحياه؟ لا اسمع اسمع، اعطني حق محمد. نجم الجمهور انا ولا انت؟ ايوه هاته. نجم الجمهور انا ولا انت؟ انت اسمع له بس الاسبوع الجاي كبير حقت احمد. ايش يضحك علي؟ يضحك علي احمد التوم. رده كذا، هداني رده رده. قلت له قهوه سوداء؟ قال لي لا. خلاص رده. جلك سالم من كل شر. شاهي حبق نعناع. لا سلمت، الله يسعدك. انا 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 منطرب. شوف حتى ما يتنقل كلمات، انا منشد. ايش تبغى؟ انا مثل نفسي في كلامي، ما نشوف. المهم بس الاسبوع هذا الماني انا سفير الوقف باذن الله. اوه نجم الاسبوع سفير الوقف. يا علي تكفى بقدم شويه للوقف. اداء جدا جميل، وهي قصور باخواني، لكن نبي نحط مسابقات وتفاعل. ابشر والله بالتفاعل وابشر بالسعد في ذي ولا في غيره. اسبوع حنا معك في شر برضو، ما ولا في قداء. نمله الغير الله يطول بعمرك، نمله الغذائيه ما قصر، بيقدم خمس هدايا للجمهور. استاهل، هذا شيء جميل يعني. تقول الطول والله، ويقولوا يطول. اي والله بيض الله وجهه. والله يعطيك العافيه. استاهل لكم ورتب لكم فقط الوقف عشان الوقف. على حطة يدك ابد، على حطة يدك. والله يا معم كيف جوا، نودني معه يقول لوكيشن. اقول لكم ودكم يوم نحسب الفيديو نقلبها مجلس. ودي ودك نعش كلنا جوات. ايوه تحس كذا قاطين في رحله مره مكيف شغال، قطتنا على قد حالنا، في بخار كذا ينظر منه. نرجع الموضوع. تستلمني ولا لا؟ في اي ابشر والله بس صدق. اي والله خلال شهر على تبان نتيجه نعلنها على حسب جيناتك. لا على حسب جيناتك، بتنزل بتنزل، هذه ما فيها كلام. لا معك، بس يفرق من شخص لشخص. بعض بعضهم ما شاء الله جيناته. انا نزولي سريع وارتفاع سريع. والله اي والله اكل قدام. ايش بقى ايه ايش مطفي المكيف؟ لا ما مطفي، ما مطفي والله. حرق بسم الله. لا لا هاتم اقول لا 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 بس ان الريش مراوح يروح لي ويجي لي. خلاص خلاص تم، ونشوف. تصمل ترى يزيد قد اشغل. لا لا ما بي ما بي ما بي هذا كذا قدام الناس. بس قدام الناس اسبوع؟ لا لا صدق قدام الناس اسبوع ذا علي كذا وزنه. ابغى اشوف. يشوفون كل شيء. ابغى اشوف تبنيك فيني والله قدام. والله وبسويها فلوقات في اليوتيوب. حياك الله. معك ورقه وقلم؟ معي ورقه وقلم عشان نوكل. خلاص خلاص نشتغل. اتفقنا تمام. كلمتي عقد. انا الرجال معك هذا. هذا نشوف. لكن جيب عشان اللي ينقص من عندك عطنية. ايوه خذها. حصل على النبي نشتغل. شوف علي انزال. ايوه انت ارتفع. وانت ارتفاع. يلا خلينا نشوف. هذه تمت على مهارتك في الجانب ذا، انك عندك اثنين، واحد كذا واحد كذا. يلا عكس بسيط دن. يلا اقول قدام. قدام. عطني يدك. معك ورقه وقلم عشان نوقع؟ اجيب لك ورقه وقلم. خلاص خلاص القلم موجود. هذه من اهداف في الحياه. حلو ها؟ والله والله سجل لي بعدين في التاريخ. تسجل لك في سي في. سي في مصير اقدمه اي مكان تقدم فيه. قول انا نزلت ذا وانا رفعت بس خلاص. وتشوف يصير حنا قبله بعد. يسوي دورات جيب صور بعد. بصير اخذكم معي في دورات. ايوه قولوا عندي مثال حي. مثال لكم في شنطه ولا اي شيء. انا ما احتاج، حطه في ظرف. لا وقتها ما اقدر احطني في ظرف. تندر رجوله مع الظرف. قبله بعد فلوس. شايل الظرف كذا رجوله فيصل. طيب 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 اوكي اوكي. شفت يوم بغى يدخل معاه مع علي علي عبد الجليل. والله يا والله يا واحد وانا برا والله شيء يا شاب بهك بواحد هو بعدين اقول لك حتى وانا مونا حتى انا واحد من اقاربي والله لا واحد شبهك بواحد من اقاربي بوريك صورته قسم بالله كانه انت صدق دائما يخرج يوم انا عند اختي اليوم انت شفت قريبك ذا ولا شبهت انه هو جاي يشبه ما شاء الله انا في التشبيه 0% والله ما حد ينبه اقول والله انك صادق ايه على جديد اسمع
جلسنا نطالع في مقاطعنا اليوم واشوف انا زمان يا اخي ايش اقدم برنامج سجلت فيه انت؟ اقدم برنامج ولا حياتك بس؟ لا كواقع قصدك ولا واقع ولا عشان قصدي ترجع في الجوال تذكر الكيك؟ ايوه هذا هو. وفي صور لك كنت زمان ابغى اشوفها. خذ ما تبي يخو عليك سنين. الله حيه. كان معي في عمري فكر كان معي في عمري اسالك والله عم بنعايني ملك جمال السعوديه ما شاء الله. اجي اتفرج فيها ولد مذابني كنت كذي ايش فيه؟ من هو ذا؟ اطفي لازم اشوفها تكفى. لا بالله انت وري ابشر صورة من صغير. إيه. لا ما عليك من صغير. نبغى نسوي لنا البوم يا رجال. ايه ولد نبغى نسوي لنا البوم والله وننزله. نبغى نسوي زي الالبوم كذا صور وننزلها. فلان قبل وبعد. فاحمد قبل وبعد. فيصل قبل وبعد. انا قبل وبعد. ننزلها. عندي فكرة. بالله وش ندمان على المحتوى اللي كنت تقدمه؟ ما هو ندمان لانه خلاص وقته ذاك. بالله وش؟ صرح به. هو كنت اسوي فنولي. انا اذكر لك مقلب حلو جدا ورهيب. قبله على ايام الكيك. قام إك إك على أيامه أول مقلب ترى صدق لي أول مقلب مع أبو زناد الله يرحمه ويغفر له ويدخله جنات النعيم. لقيت عليه على أساس إني عجوز وأشتكي من أولادي. إيش يقوله؟ الله إني لا مذاعبة والله لو إني منك لا أجمعهم في غرفة ما أضربهم. الله يغفر له الله يغفر له خلاص أنا أبغى نعيدها تكفى والله إني أقول أصلا إذا كان أنا تحمست ما بالك باللي بس يا ولد صلعتي يا ولد محلك صفر مسوي اللي فيها كلنا شاهين يا رجال. إيه علي وش رأيك طيب نسويها الحين نطلب من الإدارة يعطونا كل يوم جوال بس ندق على واحد من المشاهير وتقلد فيه أنت نفس الصوت ترى ممتاز. لا في فكرة أحلى. أنا شوف المشاهير الرد عندي أنا فكرة. انا اعطيك ادق على ارقامهم الخاصه والله اقول فيه حرمه كبيره تبي تكلمك ما ادري ايش تبغى تكلمك فهمت. طيب ناخذهم رايح جاي. طيب والله حلوه دي. اسمع في فكره ثانيه علي تجهز لنا زي الفلوق كذا. والله علي تغير والله علي نجهز لنا احمد شوف الفكره جهز لنا زي الفلوق كذا مقطع علي منتجه يزبط علي فنان في المونتاج صورنا كلنا قبل وبعد واذا في مقاطع برضو قبل وبعد انت كلنا يا 12 متسابق وتعرض على القناه. طيب انا عندي جاك كذا الشيء بالشيء يذكر سام خذك كيف يضغطني بالكلمه دي الشيء بالشيء يذكر صدق. ايش رايكم؟ انا ما عرفت معناها الا بعد ما تخرجت كنت انا ما عرفت انه يضحك علينا الا بعدين اسبوع مرتين فقره وش ما هي فقره عشان ما نرسم الموضوع. كل واحد يتكلم عن نفسه. كيف تتكلم عن نفسك؟ يعني انت اللي تجمع لك مقاطع وانت اللي تجمع لك سيفيك من البداية وش كنت إلين صرت كذا تتكلم عن نفسك. حلو والله مبدع هذه أول سؤال بس أشوف مرة حلو عجبت حتى أسمع. أبو فيصل إيه تستاهل ناملة 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 هذه بسوي لها برنامج صارت قعص خلاص نجيب ناملة علي تتكلم عن نفسها علي نقول يلا يا ناملة تكلمي عن نفسك ترى بيسخون العقد أمانة بيسوي اسمع بيسوي أحمد إذا تطور قصدك إني أتكلم مباشرة ويعرضوا لي الصورة إدارة زي كذا. أيوه أنت خلاص تمسك ربيز تاخذ اتصال هاتفي من أحد يقرب لك. بس أحس يا أخي ما أدري أحس والله زين يتكلم عن نفسه. لا ما هو تتكلم عن نفسك تقول أنا مثلا كنت كذا كذا تجيب صور مضحكه بعدين رحت كذا. أيوه. انا كنت للاسف سي في يعني سي في لك يعني ما انت تدري شيء ينفعك هذا فيه أيه؟ اذا كنت بتقدم على وظيفه او بتروح قناه او ثانية. برنامج أو من انت من احمد تو مرسل أيوه. وتاخذ اتصالات وكذا مقطع ايوه والله فكره هنك عليها بطله من شخص بطل شكرا. بس لا تنسى بالله صبر من جاء بدايتها اصبر تبغى تاخذ النجوميه علي دقيقه اللي جاب بدايه دقيقه النجوميه اللي يشغلونا فيها اسامه انت تقول جيب صور قبل بعد عشان تبي تطقطق هو رجال جاب لا مجوة. والله صور قبل وبعد وكيف كنت وكيف صرت مشغل شيء بس عشان يعرف يتكلم هو عشان يعرف يتكلم علي تدري انا مسكين توي بادي في الاعلام ترى الكاميرا هذه اخاف منها عندي منها رعب انت البرامج اللي شارك عندي منها رعب انا الكاميرا تيها اخاف منها انا علي حسب الله طق مع ديكو علي في واحد في واحد عليكم السلام يلا حيا ارحب مليون شباب احد يبغى نعناع مغربي علي في واحد يتكلم جدك سالم عندي هنا يقول لي تبغى يا احمد يسمع يقول لي احمد هو جنوبي يقول اذا بغيت عزيز يقول لي اذا بغيت تعرف
اللي يتكلم انت بغيت تعرف اللهجه الجنوبيه مكانك يا اسامه الخان ترى علي كثم يتكلم بعينه اوجه له تحيه من هذا المكان ومن هذا الكبير صدق يعني انا والله هذه لهجه الديره ترى شوف اللي الديره البحت اللي بغيتهم هذا ترى علي يتكلم شيء بشيء يذكر عرفت انا يقول مصطلحات ترى ما حد يفهمها من اهل الجنوب نفسه ما يفهم اي ولا ناد اختلف صدق واحد لازم يدخل بكل سالفه احمد الجنوب احمد وترني وترني والله قال ترى على فكره في بدايتي قهرني ترى على فكره في بدايتي لما يعني ودي اشوف اول مقاطعك في بدايه كيف كانت اللهجه يمكن الحين طورت لا والله نفس ما انا حتى في اليوتيوب اول فتحت برنامج انتقاد يعني على شلون جتك فكره اول قناه يا اخي ودي اسمع يا اخي ما ادري كيف طق حتى حطيت اسم القناه رقم جوال دبل دبل رقم جوال عرفت نظامك ذا اللي بس عشان يعلق على عشان يسوي قناه بس عشان يقول اولاد عمي ترى عندي قناه علي نفسه هو رقم السري بس اي كابيتال هكروا قناه هكروا قناه لا قديمه راح تسلم المهم قال سالم اول كنت اتكلم ايوه لا في النص في احد قال لك يا علي سو قناه كذا من راسي فجاه شفت الناس قلت ليش الناس وش فيه يلا افتح يا سلام عليك المهم انه في نص ربع البرنامج كذا فكرت فكره انتقاد انا وزميل لي اسمه احمد المرعي الله يمسيه بالخير قصدي يقول الله بخير الله يمسيه الا بالخير الله لا يمسيه الا بالخير كنت بقول هذه الله لا يمسيه الا بالخير فايش الفكره في الموضوع ده انه كنت اتكلم بلهجتي انتقاد اي كنت اتكلم باللهجه فكانوا زي ما قلت بالجنوب ناس يفهمون اللهجه لانها البحث حقت النماص دي اللهجه الام أقاربي قال أطلع من اللهجة يا خلك لهجة بيضاء ترى ما حد بيتابعك إلا النماص ترى ما حد بيتابعك إلا تنومة يا أخي أطلع من اللهجة قلت والله إن شاء الله أنت توصل يا خلوني أنا كذا ما أبغى أنا زي ما أفو كان في مصطلحات صدق أجل أنا راجع نفسي ما دام الله نومي الله يخليك ديسلايك الله يمامي هذه أول حلقة أيوة أول حلقة من ناحية انتقاد وما انتقاد في اليوتيوب نبي أول حلقة لك في اليوتيوب أول حلقة في اليوتيوب هي مقلب ابو زناد صلى الله يرحمه ويغفر اول شيء بعدين ضرب هو بعدين قلت يا ولد ليش ما اتجه مقالب كذا اتصل وقلد بعدين هقلدنا هذا الحين بعدين المشكله صوتي والله مره يلا جلس احافظ عليه بالعكس صوته الاسبوع الشيبان والله يا سلام لا صدق بعدين جيت من رامي عبد الله كلمته الله يغفر له ويرحمه رامي عبد الله خلاص ابو زناد الله يرحمه ويغفر له هذا رامي عبد الله رامي عبد الله ده كلمته وبرضه وصل وتفاعل معي رامي رجال طيب ايوه بعدين انتقلت المرحله قلت يا ولد الوالده طبعا تحدي خلف بينني انه قلت في يوم من الايام بيصير مقلب بس ما ادري فين فيها اي واقلد عليها صوت عجوز هذا نزل ذا المقطع اللي اشتهر طبعا هذا اللي ضرب اصلا قفل حتى قناتي ذاك اليوم والله جد والله عام 2011 من يجيب 11 مليون ولا 10 مليون على طول بوم لا اله الا الله يا كيف اخترعت قعدت في الحوش قلت بده يجيني ذا هيني صح إيه دائما الشو اذا قوه تجيك حاله في البدايات بعدين خلاص قلت عجوز بالله وش الشعور قلت انه ترى ولدك ازعجنا على جوالاتنا امي يعني الله من هذا المقطع اتصلوا عليه قناه بدايه ايوه بعدين اتصلوا على قناه بدايه تعال قلت يلا جاي وجيت ورحت عجبتني بالله يا ابنيسك والله انت ويا ادري بهذا الشيء لاني اعرفك من كم 30 سنه ما شفت مقلب اللي في امي اجزم انك شفت واحد يكلم صوت عجوز وانا شفته ايوه يمكن اشوفه ترى يمكن لو سمعت اقول لو شفته حتى ترى ما كان وجهي كذا كيف كان وجهك؟ كان دب شوي كيف فيصل؟ كنت فيصل؟ والله كنت رحيف زي فيصل قبل بعد يعني كنت جيد واصبحت اليوم ليس جيد أنا ما بقول لا جيد هو كم برجعك جيد وبخليه هو ليس جيد بقول لك الحياة حلوة التجارب حلوة أطمر التجارب وبعدين بعد اليوتيوب بعد اليوتيوب الحمد لله رحت برنامج قناة الجاية هذا أول برنامج تلفزيوني تطلع فيه أول برنامج لا قبلها قناة السعودية حلو سووا معي لقاء عشان المقطع إيه سووا معي لقاء على المقالب وكذا إنه وش فيه على ايام المقال نعيما يا شيخ يا الله على النحته يا الله على النحته كله صغير ايش هذا يا فارس وعقل عقل هلا هلا بالحبيب ايش هذا يا فارس اقول لكم ايش رايكم نروح هناك انت ما تدق الا يطيح بس انت هلا بتقاطع الروح والله والله شوف ارحب بقول لك شغل يا عمنا انا ملا هلا اسلم علي
هذا اللي بدأ يسمع، هذا اللي بدأ شباب، هذا اللي توه داخل الإعلان صدق. نظارتي ضاعت. خليه يغصب عليك. وشوف دي دوران. نظارتي ضاعت. شوف النظام اللي مسويه فاهم الرياليتي. نظارتي ضاعت. أخذت واحدة قديمة. طيب أنا إيش دخلني؟ أنت المسؤول. إيش فيك تمام؟ أنا كنت داخل معك في السيارة وأنت اللي ضيعت. لما أتكلم معك. أنا إيش دخلني؟ ها؟ أنا إيش دخلني؟ هذا كم نظارة ضاعت؟ فسخ الفلين. هذا مقلب مقلب شباب مقلب مقلب. عشان. على حق. على حق. فسخ الفلين. جايبين من عندك. عشان يلا دي حلوة. بيرجع ترى احتمال يرجع. مو هذا الوقت اللي بيجي فيه. كل ما يعجب كل ما يعجب الناس انا اقول حلو. اليوم جايب لكم شكرا. فارس. اليوم جايب لكم كرتونين فحم. اختاروا اللي تبغون. النوع الازرق. هذا ضاربة الشمس. والله ما شاء الله تبارك طق الاخيره. والله يا الله فارس. اهل جده اهل كشخه. بس الله يرحم والديك ترى حر حر الرياض. انا اشهد. اقسم بالله كشخه كشخه ما شاء الله تبارك الله لكن والله حر رجال. خله خله ابغى اشوف هذا بارد يمدح ولا كيف واحد يبغاه فانيلا ولا ما شاء الله طقم جاتكم في مركز صيف يا الظاهر حلو يلا انت احنا ترى نلبس ماركات تعال واضح واضح ماركات مين الله يعزك ويكرمك الجزمه 25 واضحه في ناس الصباح كانوا لابسين ماركات برضو شوف لا لا سلامات لا والله لو شفت طقم فارس ماركه ماركه بس والله نقضى حقنا في سلطه احمر اخضر زي الفل قطع الاذان لا خلاص خلص الاذان اذن لا بس الظاهر ما يقطع بي اما ولد الناس مطقمين حلاقه حلق حلق كله رحت نفس الحلاق نفس ايوه نقلوا على حساب طعم عرض انا رحت الحلاق الحلاق نفس التوجه قلت لي بلا نفس والله واضح الحلاق نفس التوجه نفس النحته نفس حلقه علي الكلتمي جيش ما حد يقدر يجيبها على الكلتمي انا حلق البيت علي الكلتمي متفرد انا حلق البيت بس انت علي الكلتمي ما شاء الله ولا تهون علي الكلتمي عيب رياليتي انت في الحلاقه رياليتي عيب شباب